السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي في الله، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. مرحبا بكم على قناتي، قناة مدونة المستفيدون أو شانل المستفيدون. أول شيء، كما تعلمون، بخصوص الشرح الذي وضعته يوم أمس، وأتمنى أن يكون قد أعجبكم. العلم أنه يعني فعلا يعني نال رضا الكثير الكثير من الشباب، وموقع الخاص بإثبات الدفع لهذا الموقع، الذي أنا أعتبره شخصيا يعني أفضل بديل للأدسنس من ناحية الصرف من خلال المدونات. كان يوم إثبات الدفع هو خاص ب 20 دولار بيتكوين. يعني هذا هو رابط الفيديو، وهذا شرح الفيديو، حيث يوجد الشرح الخاص بها. يعني إثبات الدفع كل شيء تم بعملية مباشرة بكل شفافية ومصداقية. تم سحب 20 دولار من هذا الموقع. أوكي، هذا هو الشرح الخاص به. هذا هو العنوان الخاص به، افضل موقع بديل لجوجل ادسنس، تجدون شرحه في المدونه او في اليوتيوب. تم السحب يوم امس 20 دولار، فاصبحت هنا 0 0. الان بعد ان مضت، نعمل ريفريش للصفحه حتى تكون كل الامور يعني واضحه بشفافيه ومصداقيه. اصبحت 0 0 0، اصبحت الان يعني 7 ام بيتكوين، اي هنا تقريبا يوجد تقريبا هنا 3 دولار الا بعد سنتات، يعني نقول دولارين ونصف. اوكي، نقول هذا دولارين ونصف. دولارين ونصف حصلت عليها مره اخرى في نفس الموقع في ظرف وجيز لم يتعدى 12 ساعة، وأنا متأكد أنه بعد 4 ساعات عندما تصل الساعة 12 ليلا، متأكد إن شاء الله عز وجل أن هذه الصفر الاثنين دولار ونصف سوف تصبح حوالي تقريبا تصبح 5 دولار. يعني هذا تأكيد على الموقع رائع رائع جدا، وحتى الاستراتيجية التي أعمل بها على الموقع في تطور مستمر إن شاء الله. بعد الانتهاء منها سوف يتم طرحها بأكملها. اليوم سوف نضع شرح آخر، وهو شرح لهذا الموقع، موقع اسباس اديس، وهو يعني يعطي إعلانات مجهولة أو انونيموس اديس. شرح طريقة العمل لي بالنسبة للأشخاص الذين يعملون هذا الموقع أو يعرفونه. فقط تابع آخر الشرح، لأني سوف أضع لك أو سوف أعطيك ما هو أفضل بانر، أو يعني ما هو أفضل بانر أو قالب أو الشكل الذي يحضر لك يعني أرباح كثيرة من خلال الموقع. جيد، ممكن استعماله في جميع المدونات سواء عربية أو بلوجر أو دبريز، ليست مشكلة. ممكنك أن تستعمل عليه جميع مواقع الترافيك مثل أوتويس، سبق شرحته، مثل ويب سيندر، يعني قائمة بالمواقع الخاصة بجلب الترافيك، موجودة هنا في المدونة على مدونة المستفيدون، أو حتى على القناة في اليوتيوب سوف تجدونها شروحات لها، سوف تساعدكم في جلب الأرباح من خلال هذا الموقع. ثم نتحول إلى الشرح الخاص بنا بخصوص هذا الموقع. مدة الشرح سوف تكون قصيرة جدا. جيد، اوكي، نضغط الى هنا، نضغط كلمة كري ان اديس. اوكي، نضغط على يعني انشاء حملة اعلانية. هنا تعطيك يعطيك هذا الشكل. هنا تختار القياسات التي تريدها، قياسات كثيرة كثيرة، لكن من بين افضل القياسات الاول هو هذا 728 على 90، وهذا البانر الخاص ب 300 على 50. اين هو؟ ابحث معي، ابحث معي، ابحث معي. لا اله الا محمد رسول الله، الاكبر، سبحان الله. اوكي، هذا لا ليس هذا، 320 على 50. اوكي، هذه تعتبر من افضل البانر الخاصه بالربح. هذا الاول 728 على 90، وهذا 320 على 50، هذه تعتبر افضلها. لكن انت اذا اردت ان تقوم بوضع 3 او 4 او 5 اشكال، ليست مشكله، هي زيادة في الارباح الخاصه بك. اوكي، مثلا انا سوف اقوم باختيار هذا القياس على سبيل المثال. بسم الله، اوكي، نختار هذا. هنا تقوم بوضع رابط المدونه الخاص بك او رابط موقعك مهما كان، بلوجر او اي شيء، او حتى اذا لم يكن عليه دومين، ليست مشكله، ذلك عن تجربه وليست مجرد كلام. جيد، بعد ان نضع هذه الاعدادات هنا، هنا تختار اما سيت او ابي او يعني ابليكاسيون او افيت، اذا كانت مثلا لديك تطبيقات تريد الترويج اليها، او هناك رابط ريفيل او احاله لمواضيع خاصه بك. لكن انا اختار سيت، يعني انك سوف تسويح من السيت، من الموقع الخاص بك او من البلوجر العربي او الى اخره. جيد، ننتقل الى هذه الخانه هنا، هنا تضع علامه صح، تكون هكذا. الان سوف تضع كلمه صح هنا، ثم تضع كلمه صح هنا. لماذا؟ حتى لا تظهر علي يعني اعلانات خاصه اباحيه او خاصه بالتعاري والعياذ بالله، يعني حتى تكون اعلاناتك يعني انت تحددها. يعني اي شخص قام بالضغط، لم يضع علامه صح هنا وقام باختيار تلك الاعلانات الاباحيه، يعني انا بريء منه امام الله عز وجل. يعني انا الان اخبرتك وانتم شهود اخوتي في الله. جيد، هنا يقول لك اين سوف يتم الدفع لك. هل سوف يتم الدفع لك عن طريق رابط المحفظه الذي انت قمت بادخاله عند التسجيل، طريقه التسجيل روتينيه لم اقم بشرحها، يعني عاديه، يعني كل يعرفها،
او تختار رابط محفظه اخر سوف تقوم بالتحويل اليه. انا بالنسبه لي انا وعد يمكن انا سوف اختار يعني تو بيتكوين ادريس يعني محفظه اخرى او عنوان اخر يتم الدفع عليه الخاص بي. نضغط هنا ثم هنا تضع رابط المحفظه، ناتي الى موقع الى بلوكشين محفظه بلوكشين. مساله اخرى قبل ان اقوم باخذ الرابط الخاص بالمحفظه، انظر اخي هذا اثبات دفع من الموقع 10000 ساتوشي 10000. انظر هذا اخر دفع يعني حصلت عليه هو يوم امس، يعني انتم كنتم حاضرون لمن راى فيديو او لمن راى الشرح يوم امس الخاص بهذا الفيديو كان هذا هو اثبات الدفع الخاص به. انظر يعني في ظرف 24 ساعه حصلت على 20000 ساتوشي 20000 ساتوشي، لكن لماذا حصلت عليها 20000 ساتوشي فقط؟ لانني فقط اضع بانر واحد للاعلان في الموقع، يعني هذا البانر الذي ترونه الان ليس الاول، هذا الاول خاص بموقع مالور ادس، لكن هذا الثاني، يعني بانر واحد حصلت منه على 20000 ساتوشي 20000 ساتوشي كما ترى هنا اخي الغالي 10000 وواحد هنا 10031 ساتوشي. ما بالك لو كانت لدي اين هي الكالكوليتريس، ما بالك لو كنت انا واضع مثلا اربع بانر او خمسه بانر، اوكي خمسه يعني خمس اعلانات مثلا، خمسه اعلانات مضروبه في 10000 للبانر. لماذا 10000؟ سوف اشرح لك لماذا. يعني انا سوف احصل على 50000 ساتوشي 50000 ساتوشي في 24 ساعه يعني قليله، لكن انا احسبها بمده طويله، يعني احسبها مثلا في 30 شهر في 30 يوم، يعني ليست اوكي جيد. سوف يكون مدخولي هنا تقريبا هذا العدد الكبير من البيتكوين، اضيف ارباح يعني لا تستهين بالارباح حتى لو كانت قليله لا تستهين بها. لماذا؟ هنا ارباح قليله من هذا تضاف الى هذا فيصبح مبلغ كبير، تضاف الى مواقع اخرى والى اخره. جيد جيد، لان سوف اضع شروحات خاصه بالربح عن طريق المدونات او عن طريق البلوجر بعد ان تم الانتهاء من الربح او الكورس الخاص بالربح من اليوتيوب، يعني بخصوص الكورس لمن الاشخاص الذين فاتوا، يعني هناك شروحات خاصه بالكورس من اليوتيوب، وهذا يعني قائمه شروحات كثيره موجوده هنا لمن فاتته الشروحات. نعود الى شرحنا، اسف على هذا التدخل. اوكي نقوم هنا بنسخ يعني بانر واحد حصلت منه على 20000 ساتوشي، يعني 20000 ساتوشي ضرب 5 يعني انت اقوم بحساباتها فيما في حساباتها بعد. اوكي نتوجه الى المحفظه ثم نقوم بنسخ المحفظه الخاصه بي ثم نذهب الى خاص خانونا ثم اقوم بوضعها. جيد وانا الان وضعت رابط المحفظه. هنا انت ماذا تضع؟ هنا تضع الحد الادنى للسحب. هذا الموقع انت لا تقوم بالسحب منه يعني بشكل يدوي، بل يتم السحب اوتوماتيكي بعد وصولك للحد الادنى للسحب. الحد الادنى للسحب هو 0001 يعني 10000 ساتوشي. انت تختار اما واحد ان بيتكوين او ثلاثة او اربعة، يعني ذلك العدد عندما تصل اليه فانك تقوم بالسحب اوتوماتيكي. انا كنت انا احصل صفر فاستار 0001 يعني 10000 ساتوشي. كما ترى في يوم واحد تم الدفع لي مرة، دفع لي هنا 10000 ودفع لي هنا 10000 رغم اني لم اعمل على المدونة بشكل جيد لانني يوم امس يعني كنت مشغول جدا. اوكي نعود الى هنا، هنا تختار الحد الادنى ثم تضغط هنا على كرييت ايد يونت. اوكي نضغط عليها ثم سيق لنا هذه النافذة. اوكي ننتظر قليلا. مرحبا. اوكي هنا في هذا المكان الذي هو يعني مضلل لا تضعه، هناك معلومات خاصة بك يعني معلومات شخصية يعني بعض الباسورات لا تقوم بإدارة لأي شخص. ثم هنا تقوم بنسخ هذه العنوان او هذا الرابط متواجد هنا كما سوونا او هذا السكريبت تقوم بنسخه تعمل له كوبي ثم تذهب الى المدونة الخاص بك او تذهب الى موقعك على سبيل المثال. اوكي ليس مشكلة، سوف نذهب الى مدونة مستفيدون، ندخل على مستفيدون. جيد ثم نذهب الى التخطيط. اوكي وهنا تقوم بوضع البانر الخاص بك، تضعه وتختار كلمة HTML جافا سكريبت ثم تقوم بوضع السكريبت الخاص بك هنا ثم تضع له حفظ انغستخي على حسب اللغة التي انت تستعملها. انا لن اضعها لان وضعتها مسبقا، هذا كان مجرد توضيح لكم اخوتي في الله. اوكي مغادرة الصفحة، فيظهر عندك البانر بهذا الشكل كما لا اله الا محمد رسول الله كما ترى اخلالي، يظهر عندك البانر في هذا الشكل كما تراه هنا. بعدها قم بارسال جميع برامج عفوا بعدها تضغط على كلمه صح هنا ثم تضغط هنا ايديت انيت ديت. اوكي ضغطنا عليها. اوكي هنا سننتظر تكون هذه الواجهه، لا داعي لاي عمل اي شيء بعدها. بعدها ارسل جميع مواقع الترافيك الى يعني ممكن ان تستعمل هيتليب، تستعمل اوتو هيت، تستعمل
تسلا هي استعمل يعني ويب سيندك، يعني استعمل جميع مواقع الترافيك التي انت تتعامل معها من خلال هذا الموقع. ممكن ان تربح من النقرات وتربح ايضا من حصولك على الترافيك مع اثبات الدفع والسحب الخاص بي مباشره، يعني لا يوجد اي تملق او اي كذب كما ترون، اثبات الدفع الخاص من الموقع نفسه كما ترون، يعني 0.04 سنت من بانر واحد في مده. مع العلم والاشاره المهمه ان هذا البانر الذي وضعته لم يتعدى مدة ظهوره، يعني ليس حتى 24 ساعة، يعني لم تكتمل 24 ساعة، يعني وضعته يوم أمس، يعني حوالي هذه 19 ساعة أو لا أظن، تقريبا مثل هذه الأشياء. أوكي، كان هذا هو شرح اليوم إخوتي في الله. أتمنى أن هذا الشكل البانر يظهر عندكم هذا الشكل أو أشكال أخرى حسب الإعلانات المتواجدة في هذا الموقع. مسألة أخرى، حتى إذا أردت أن تقوم أنت بإنشاء حملة إعلانية، ممكن أن تقوم بإنشائها من خلال الموقع في ظرف وجيز لا يتعدى 30 سكون أو 30 ثانية، مع استهداف الدول لحصولك على ترافيك أو الدول المستهدفة أو يعني الترافيك الخاص به، يعني ترافيك رائع جدا بخصوص هذا الموقع. كما انه اتمنى ان تضع لنا اشتراك في هذه القناه، من قناه مدونين مستفيدون، اذا لم يسبق لك الاشتراك فيها او عمل لايك للفيديو. واتمنى اخوتي المشتركين الاحباء الاوفياء لي التي احبهم في الله كما يحبوني والله شهيد على قولي، ان عمل لنا لايك لهذا الفيديو مع تعليقك الجميل ومشاركه الموضوع لكي تعم الفائده. واي سؤال اي استفسار ممكن ان تضعه اسفل الفيديو او اسفل الموضوع في المدونه، رابط الشرح او رابط الموقع سوف تجدونها اسفل الفيديو. استودعكم الله في امان الله، كان معكم اخوكم كريم مدونه مستفيدون، استودعكم الله في امان الله في شروحات قادمه.